شعور لا يوصف ابدا. يعني كوني في الحرم النبوي الحمد لله، ويعني فخوره بنفسي وزميلاتي، يعني مساعدة الزائرات، ويعني لا يوصف ابدا. تحذيراتنا بالتباعد والالتزام بالاحترازات الصحية، رفع الكمام، عدم التجمع. يعني بدأ تمكين المرأة من 3 سنوات تقريبا، بدأ انضمام العنصر النسائي في القطاعات العسكرية. بالتأكيد أكيد هذا عصر المرأة، يعني قدرة المرأة أنها تنضم إلى القطاعات العسكرية، قدرة تخوض في قطاعات هي من أول كانت تفكر فيها أو تطمح لها. العنصر النسائي دخل في مجالات كثيرة، من عسكرية، من أجهزة الشورى، من مجالات كثيرة تخطط، يعني صاروا في مساواة بين الرجل والمرأة.